تشيلسي لوطان توان من كاس الاتحاد الانجليزي الدور الرابع، وان شاءنا كيفاش تشيلسي يفوز بالاداء والنتيجه امام هذا النادي، وان شاءنا كيفاش الشوط الاول اللي انتهى بهدفين لهدف لصالح تشيلسي، شاهدنا الهاتريك من جانب تامي اللي سجل 3 اهداف، تامي يسجل في الدقيقه 11، وين تامي يعود ويسجل في الدقيقه 17، جوردن في الدقيقه وين من جانب لوطان وين قلص النتيجه في الدقيقه 30، تامي يعود ويسجل الهدف الثالث وليه وللنادي تاعو تشيلسي بمشاركه حكيم زياش، وش عندنا كيفاش تيمو عندنا ما صونش ان حكيم زياش اميرسون انديرسون كواترا ريس الحارس كيبا، يعني نقولوا بلي كانت المباراه وين ماتيو كاي كالوما الجيرو اللي دخلوا في الشوط الثاني هذو اللاعبين، وش عندنا لوتان توان وين سيمون توم سوني جاليان جوردان رين هاري، يعني نقولوا بلي كانت المباراه في صالح تشيلسي اللي ضغطوا عرفوا كيفاش يسجلوا الوقت اللي يبغوا يسجلوا شادنا كيفاش كل مدرب وكانت عنده الخطه تاعو، كل مدرب قولوا مدرب تشيلسي اللي دخل بخطه يعني 4-3-3، لوطان مدرب اللي دخل بخطه 4-1-4-1، نقولوا باللي تشيلسي اليوم وين رمى بكل ثقله من اجل ماذا؟ من اجل الفوز والتجنب التجنب نقولوا حنايا المفاجاه، يعني وين تجنب المفاجاه امام فرق صغيره، وين نقولوا تشيلسي لوطان وتشوف النجوم تاع تشيلسي اللاعبين تاع لوطان، يعني تشيلسي من الوهله الاولى حاول باش يجنب المفاجاه يتجنب المفاجاه، واش عندنا كيفاش ما عطاش ولا فرصه لهذا النادي لوطان، يعني تشيلسي وين كانت عنده سيطره في الهجوم ضاغط في الهجوم في وسط الميدان في الدفاع مسيطر على كل 3 خطوط، وين كان مسيطر في 3 خطوط كيما نقولوا حنايا بالطول والعرض، شاهدنا جوردان في الدقيقه 30 وين قلص النتيجه، لكن تامي وين سجل 3 اهداف يعني لتشيلسي، واللي هو نقولوا بلي هذه هي المباراه اللي انتهت لصالح تشيلسي بالاداء والنتيجه، يعني وين الدور الرابع لكاس اتحاد الانجليزي اللي تلعبت بدون جمهور، وين تشيلسي 3 اهداف لوطان هدف واحد صحيح.